أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تتسم بالجرأة في فتح العديد من الملفات، مشيرا إلى أن النظرة تجاه المستقبل تشمل وجود رؤية إصلاحية اقتصادية واضحة المعالم. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بحضور العديد من الوزراء. وفي إطار زيارته لجامعة القاهرة، تفقد محلب المكتبة الرقمية بكلية الهندسة والتي تم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا الصلب الخفيف. احتفالية في قلب جامعة القاهرة، لقاء جمع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعددا من الوزراء مع شباب مصر من أبناء كليات جامعة القاهرة، فعاليات للموسم الثقافي، رؤية سياسية واقتصادية في حوار مفتوح. فمن القلب تحدث رئيس الوزراء عن ملفات مصر السياسية والاقتصادية، وأكد أن مصر تحتاج وعي شبابها وتكاتف أبنائها ليعيدوا رسم مستقبل هذا البلد. النهاردة لما بنتكلم على إصلاح إداري ضروري ضروري، ولازم يطلع هذا الإصلاح بمباركة شعبية ومباركة، لأن كل واحد فيكم بيئن، كل واحد فينا في مصر بيئن. هنضحك على نفسنا؟ لا، مش هنضحك على نفسنا. خطوات هامة في تاريخ مصر، فمن خارطة الطريق واستكمال مسارها الذي اختاره المصريون إلى وضع استراتيجية اقتصادية بمشروعات حقيقية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والحد من البطالة وحفظ الأمن والأمان. فرئيس الوزراء أكد وبقوة أن مصر ستعود لمكانتها السياسية والاقتصادية بين دول المنطقة، وأن على شباب مصر أن يعوا خطورة ما تمر به البلاد وحربها ضد الإرهاب. احنا عندنا عجز موازنة، هذا العجز الموازنة منعكس تماما على الاستثمار، اللي منعكس تماما على كل بقى المشاكل، البطالة طبعا، تضخم، كل ما يعني، لان انت عندك ايراد وبتصرف اكتر منه، فلازم تزود ايرادك ولازم يبقى عندك فائض عشان ده ينعكس على مستوى حياتنا. ولم تختلف الرؤية لدى شباب جامعة القاهرة، فالوعي بأهمية المرحلة الحالية وخطورتها بدا واضحا، وكذلك خطة عمل الحكومة التي لن تتوانى عن إشراك الشباب في اتخاذ القرار وتكوين قيادات قادرة على رسم مستقبل مصر. احنا تيم من هندسة القاهرة عملنا عربيتين اللي هي البروتوتايب والأربن. السنة اللي فاتت اشتركنا في المسابقة، كانت في الفلبين، اخذنا بيها المركز الثامن على مستوى العالم والاول على الشرق الاوسط. العربية مشيت 122 كيلومتر بلتر بنزين. احنا طبعا بنعاني من مشاكل طاقة كبيرة، فاحنا يوثين جرين خلال الصيف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والسفارة الألمانية وكاريو كلايمتوكس قدرنا نعمل تمرين ل 30 مهندس على ازاي يجد مشروع للطاقة الشمسية. كوفر لموبايل بيشحن عن طريق الطاقة الشمسية بس. من الحاجات اللي نزلت في السوق ان هو بس بتبقى مثلا الافشنسي بتاعتها بتعتمد على بطاريه زياده، لا احنا الشغل بتاعنا عباره عن طاقه شمسيه بس، سولار انرجي بس. وعلى هامش احتفاليه جامعه القاهره، افتتح رئيس الوزراء المكتبه الرقميه بكليه الهندسه التي تعد نموذجا حديثا تضيف الكثير لطلاب الهندسه. وتفقد رئيس الوزراء معرضا لابناء جامعه القاهره عرض ابناؤها المتميزون فيه ابتكارات علميه. هذا ونذيع عقب هذه النشرة جانبا من اللقاء المفتوح بين رئيس الوزراء وعدد من طلاب وأساتذة جامعة القاهرة. من ناحية أخرى، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه ليس هناك من يستطيع التشكيك في ثورتي 25 من يناير أو 30 من يونيو، مشددا على أن ثورتين عبرتا عن إرادة شعبية للتغيير. جاء ذلك لدى استقباله أسر شهداء ومصابي الثورة. وخلال اللقاء أعرب محلب عن سعادته بوجوده وسط أسر الشهداء والمصابين، كما نقل لهم تحية الرئيس السيسي. ووجه محلب بإعداد ملف طبي عن جميع المصابين لاستكمال علاجهم على الفور، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة طلبات التوظيف المقدمة من الحضور. كما وجه محلب بمتابعة أيتام الشهداء في مراحل التعليم المختلفة، مؤكدا أنه تمت الموافقة على توفير 64 شقة من وزارة الإسكان لأسر الشهداء والمصابين. خلينا النهاردة نحط ثوابت واضحة ان دول ثورتين شعبيتين وذكر في الدستور، وعلى كل واحد انه يحترمهم. ما ينفعش حد ما يحترمش
هذا الشعب أراد، والشعب لما الشعب بيريد والشعب بيحقق، ما ينفعش حد إيه يعني يلقي عليها ذرة واحدة من التراب، ما ينفعش. في نفس الوقت ما ينفعش أيضا إن إحنا يعني نبتدي نشكك في بعض، ما ينفعش. ده شعب، شعب عظيم وبيبني بلد عظيمة. الحقيقة يعني أنا عايز أقول لكم أولا تحيات وحب الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسأل أخبارهم إيه، أخدين بالكم منهم، يعني دي حقيقة. أول قرار النهاردة خدناه إن كل شخص مصاب من ولادنا يجب أن يكون ليه ملف صحي، هذا الملف بيعرض عليا مع السيد وزير الصحة ويتعمل خطة علاجية بحيث إن فعلا نخفف للحد الأقصى وبأقصى إمكانيات.